السلام عليكم أزفلاون، كي راكم دايرين خوتنا؟ غاية لاباس. قال لك حتى أنا استعديت للحمام مبني على صهد نارو، من فوق ما بان دخان ومن تحت طابو حجارو. شوف بعد جولة في الغرب الجزائري من الصغالي مع عينة موشنت دور من النار دور من هيه مع قاسمة اللوك، اليوم عاود تقول لنا المقر، مقر اللوك. اليوم رانا في كالاسيل وغادي يكونوا معنا دي كونديدا إن شاء الله يربحوا إن شاء الله بإذن الله. قال لك العاجل مقدس صوالح ولي ميزان الخفيف مرتب، والعقل إلا كان صالح مولاه يتصرف به الدب. هيا تبعوني. السلام عليكم، رانا مع واحد قال لك انا نفوز ديريكتوم، قال لك غادي نفوت بلا فرنات. كي راك داير خويا؟ صافا لاباس لاباس الحمد لله لاباس. بوزي لك واحد لا كاستيون غادي ما كاش في التاريخ كاع. ما تصعبش عليا صاحبي. صافي عجبتك الدعوه؟ لا لاباس الحمد لله. يهضر القشوشات السومه ان شاء الله، عندها لي بروموسيون دار نجيو نشرو عليه ثاني مع العائله، راهم يجوا كاع من الولايه تقريبا. والله لا راك داير حاله لوك خويا، راك داير حاله خويا. المهم راك معنا في حصه الغاز مع الناس، وماذا بيا خويا كيما يقول لك ختامها مسك تدي ان بون كادو. قاسمة شابة تعشيرة إن شاء الله يا ربي. معليش نبدو بسؤال ولا بلغز؟ بسؤال. سؤال ثقافي ولا ديني؟ ثقافي. ثقافي، قال لك من الثقافة توقع الشقافة. غادي نشقفها اليوم. سؤال شي يقول لك، من هم عجائب الدنيا السبع؟ لي سيت ميرفي دو موند. نورمالمون ساهلين ساهلين. كاين نورمالمون مكتبة الإسكندرية. لا. كاين حدائق بابل المعلقة. لي جاردان سيسبوندي تاع العراق. كاين برج بيزا المائل. البتراء تاع الاردن. لا لا. كاين نعطيك واحد اخرى، ستاتي دو لا ليبرتي، تمثال الحريه. هذاك على بالك شا قال لك في راسه هنا ريستورون، لو ريستورون ليكس في نيويورك، وفي يده الفوقه اللي راه في اليد كاين كافيتيريا، وهذاك كبير بزاف. الله يبارك. زيد عطيني انديس. نعطيك واحد اخر، لا ميغاي دو شين. جدار الصين، اطول جدار في العالم. نيشان. عطيتك ثلاثه، هي باقي لك ربعه باش ايا شكي راني سهلت لك. ربعه. وين عجائب، وين الملايين الشعب العربي، وين هودنا كاع في حدوره. والله انا نعرفهم غير راني هم رايحين. رايحين يا غادي اللوك. قال لك شوف كي تجي عند اللوك تضرب غير حب الملوك وتولي متكوك. زيد دير غنيه تاع سنوب دوك. زيد فكرنا بحاجه هكا، فكرك هاو نقعد غير نفكرك. لا زيد قلنا غير بلاد. محال تفرقنا الاحوال. نقول لك حاجه ما جاب والو. لا توري فال. لا لا توري فال. لا انت داخله معنا تاع الجيري. بلا واش جزيري. والله العظيم والله شفتهاش. معليش عندك قصيده؟ قصيده تعطيها لنا؟ اهدا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، ومرحبا بهم كاع في لوك، وهذه هي صافي ممتع ان شاء الله في وهران. هذه مرحبا بهم كاع في لك. الناس بكري شخص تيتخوف لي فرونسي. نيشان شخص تيتخوف. ربي يحفظك خويا. شكرا سعيد. والله لا فوت لا غايه. السلام عليكم، كي راك خويا؟ لا باس الحمد لله. السلام ورحمه الله. راني شايفك ولا نايمك؟ كنت شايفك. راك شايفني؟ شايفك مور التلفزيون. واحد سقساني قال لي خرج من التلفزيون. قلت له واه جاني الحمان. راني شايفك انا عليها. قلت لك راني شايفك غير مور التلفزيون. قال لك واحد حنين تزوج مع واحده حنينه، جابوا غريان صدقوه. انت المولي حنان. قال لك زوج كرادات دخلوا الحمام، زوج كرادات دخلوا الحمام، حب مود وشو سيكا ورواحهم الجلدوش وملنا، وخرجوا بلي صورتي دبا. اي شفت القراده، شفت في صاحبتها، قلت لها شريكتي كي نديرو؟ روحوا ابي ولا نقدبوا كلب؟ المهم مرحبا بك في حصه الغاز مع الناس، وكيما يقول لك ختامها مسك تربح قسيمه تعلو ان شاء الله. مليحه ان شاء الله. واجد ان شاء الله. اتونسيون انترناسيونال، هذا يطير هذا. فاش في الثقافه ولا اللوز ولا في الدين؟ انت كله على الله، في الدين ان شاء الله. على الهضره قال لك الدين، وخويا منا شباب كيما عز الدين. هيا المهم السؤال شي يقول لك في الدين، يقول لك سيدنا ادم وسيدنا نوح شحال بيناتهم من سنه؟ نظن بيناتهم 50 سنه. لا سؤال خاطئ. ما بين نوح وسيدنا ادم، ما بين ادم وسيدنا نوح عليهم السلام. انا نعرف اللي نوح وقيلا عايش 950 سنه ولا لا. ما بيناتهم ماشي اللاج، ما بيناتهم
شحال ما بيناتهم؟ ما بين ربي بعث سيدنا ادم ومن بعد بعث سيدنا نوح، شحال بيناتهم؟ مشي شحال من العام؟ انت قلت لي نعطيك اللغز نقلبها لك؟ هي قلبها نقلبها. لغز لغز غادي نعطيك لغز سهل سهل مهل موجود في كل بلاصه واجد ان شاء الله. اللغز شي يقول لك طيري حوام ولا سهم الحديد وين ما يحوم يجيب لي جديد. ماشي بيروكي ها؟ واه بيروكي راسها تاع جلد تاع الحم. اندو سانك اندو سانك جبتها ولا نعطيك بلاك؟ لا شوية صعبتها شوية راك صعبتها والله. لا ساهلين هادو ناس راهي الطير تجيب. انت مازال بالك مازال ما كذبتش الالغاز مازال نيشان كيما هذا اللغز. انا نخمم في حاجه كيما حاجه من طير حديده حديده الطير واه شايله طياره هذا يجيب كلام جديد. طيري حوام وراسه من الحديد وين ما يطير يجيب لي كلام جديد. شي بارولي ماكش قلبها؟ لا ما قلبتهاش. هي قضباتك. المهم راهي قضباتك كاميرا تاع قناه السلام. خويا عندك اهداء تقولها لنا؟ بارك الله فيكم وشكرا للاستضافه اللي استضفتوناها. الله يحفظك بارك الله فيك. ربي يحفظك. غادي تشوف راك في التلفزيون ان شاء الله. بصح ما تضحكش. السلام عليكم كيراك ولدي؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا صغير هذا عنده غير 11 عام الله يبارك بصح غادي يلعب معايا. عباك انا ماشي مولف العاب صغار بصح انت معليش. صح بغيت تدي كادو. شبي تشري لابوي هذيك شاب؟ لا تشري بيسي خويا صغير. هالهضره هالهضره مالي انت سهلو. شو قلت لي بوزي لي في اسالني في الحيوانات؟ على انت تربي حيوانات؟ لا ماشي بزاف. كنت مربي فكرون وارنب وكلب. اي شكون اللي عضهم؟ فكرون يعض؟ فكرون هو عنده عضه يقولوا بلي عنده اقوى عضه بين الحيوانات صغيره. نيشان نيشان الله يبارك يحصلها الله يبارك. المهم غادي نبوزي لك سؤال في الحيوانات. كاين واحد الحيوان ياكل الديل تاعها شكون؟ الديل تاعها من يجوع؟ عندك 10 ثواني للتفكير. ديب شو؟ ديب تاش الديب عندها كاليك عالته؟ لا عالته شكون؟ القردة. لا ثم قلتهم كاع غادي قاعد تقولهم لي بالواحد مجي من السبع ثاني. نعرفش ما عرفتش؟ اه هو عارفك غادي يجي عندك يقول لك علاه ما قلتنيش. عندك اهداء تقولها لنا؟ اهداء اعطيني بلاك. صح اعطيني بلاك قبل اهداء. اعطيني بلاك نكته نكته. واه نضحكك نضحكك؟ صح. تعرف اغنيه تاع اي ماما ماي ماي مي؟ تعرفها؟ لا. واحد خطره كان يحكي ماكا جبت قمله قاعد يشوف فيها اي قمله نطقت قلت له حبيت انا نكبر معاك خلقني رب العالمين في كل مكان نكون معاك في حال الحاجب والعين. شفاته شافها صغيره عاود ردها عاود زاد تحك منه خرج قملات اي شافوا فيه بداو يغنوا له حسبتك حبيني حبيتك بالنيه لكن غدرتيني ولعبتي هابية. اي عاود ردهم شافوه اي قلعوا لها الاخرين كاع اي ماما ماي ماي ماما السلام عليكم كيراك الحاجة؟ السلام ورحمة الله لاباس؟ قالوا لي بلي انت ياكل اليوم تعلو. كل يوم كل يوم كل يوم نهار ما طراتيش والو شري بروسادو ما نطلقيش والو على ربيك الحاجة راكي فور الحاجة. المهم مرحبا بك في محلة اللوك ومرحبا بك في قناة السلام
وراه عندنا واحد الحصه سموها الغاز مع الناس، وقال لك خيتو ما هو مسك تدي قسيمه شراء مليحه ان شاء الله. ايوا ما شاء الله. حاجه نعطيك سؤال في الدين ولا لغز ولا سؤال في الثقافه؟ غير في الدين ونشوف. الحاجه راهي معوله، راهي معوله على الدين. سؤال في الدين شيقول لك؟ من هو اول شهيد في الاسلام؟ سيد حمزه. لا لا، سيدنا حمزه. لا يزيدك واحد اخرى. واو. اول شهيد في الاسلام؟ لا حول ولا قوه. ما استغفر الله. استغفر الله. اول شهيد في الاسلام والله لا سهل هذا. ولا شهيد بين شهيدين قتل المسكين، هو الاول، هو اول شهيد في ياسر. وما لا شكون؟ الياسر. عاوديها. على ياسر. والله الا جابتها. حاجه مبروك عليك، مبروك عليك، تفيق عليها، تفيق عليها، مبروك عليك الحاجه. المهم ماخذ بك كيما يقولوا تعطيها القاسم، مبروك عليك الحاجه. المهم الحاجه ربحت معنا وقالت لك على ياسر. على ياسر هما اللي الاول. اول اول شهيد تفرجت. الحاجه كي دايره؟ حاجه عندك اهداء تقولها لنا؟ شنو كيف اهداء؟ اهداء نتمنى ان شاء الله غير المزيد. هذا اللوك نبغوه بزاف. يضحكوا عليا معليش معليش. الحاجه راك ربحتي، يضحكوا عليك ربحتي ما شاء الله. دائما نتمنى وانت نربح. اليوم شنو جايه معاولنا؟ ربي ربي ربح. والله دائما هيا راكي رابحه ان شاء الله. ولا خسرتي عاودي الماتش. هيا الله يحفظك الحاجه. شكرا شكرا. هيا ديري له باك الحاجه، هيا ديري له باك. شكرا بارك الله فيك.